طيب النهارده زي ما حضراتكم عارفين طبعا هتكون ضربه البدايه لمنتخبنا الوطني امام غينيا في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2023. هنحاول على قد ما نقدر نقرا رؤيه المدير الفني الجديد طبعا كابتن ايهاب جلال، وقراءه كمان في منافسات مجموعتنا اللي هي بالمناسبه ما هياش يعني مجموعه قليله، لا هي مجموعه تقيله. يعني خلينا على كل حال نتكلم في كل التفاصيل ده، لان انا كمان انا وكريم عندنا استفسارات كتيره. نرحب بس بكابتن محمود صالح نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق. بونجور، اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل يا كابتن محمود. صباح الخير، منور الدنيا كالعاده. الله يخليك وجودكم. طبعا عندنا كلام كتير نتكلمه عن ماتش النهارده وعن الفكره نفسها بتاعه ان احنا عندنا دلوقتي يعني مدير فني جديد كابتن ايهاب جلال، اكيد بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. ولو هنتكلم عن توقعاتك لمنتخبنا بشكل عام مع كابتن ايهاب جلال، مش بس على ماتش النهارده، ما تيجي ناخدها من اواخر فتره كيروش، يعني بناء على اللي شفناه مع كيروش، في رايك وفي رؤيتك كابتن ايهاب جلال لازم يتحاشى ايه الفتره الجايه؟ هو طبعا لازم الفتره بتاعت كيروش على فكره ما كانش فيها نجاح، انما الاداء كان كويس، وبرضه احنا وصلنا للمباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه، وكنا يعني قاب قوسين او ادنى في المباراه النهائيه بيننا وبين السنغال على الوصول لكاس العالم. واعتقد الاداء كان كويس جدا، وال مش هي النتائج النهائيه ما كانتش طبعا موفقه، انما برضه هي نتائج كويسه. تولي مسؤوليه بتاع يعني كابتن ايهاب جلال، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. هو برضو المدرب الوطني بتبقى برضو ليه مميزات ان هو يتولى منتخب مصر. طبعا تواجد الكابتن ايهاب جلال في الدوري الممتاز لعده سنوات السابقه دي، عارف اللعيبه كويس بقدراتهم وامكانياتهم. بالظبط، عنده رؤيه كويسه جدا لكل لعيبه اللعيبه المصريين موجودين في البطولات المحليه. اعتقد طبعا ما فيش شك بيتابع برضو اللعيبه اللي هي المحترفين في الخارج، فدي ميزه ليه يعني الحقيقه. وهو يعني اعتقد يعني توليه للمسؤوليه اعتقد هو جدير بالثقه ديت، يعني نتمنى له كل توفيق. انا بعتقد المعنويات يعني المتواجده في المنتخب معنويات جيده يعني، واعتقد الفترات السابقه المرحله النهائيه ما كانش في نتائج، انما اعتقد الاداء، وبرده زي ما قول اتفقنا ان احنا نوصل المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه، والمباراه كانت مؤهله لكاس العالم لقطر اللي هي 2022. فانا يعني الاجواء كلها تفاؤل الحقيقه، يعني ان شاء الله يا رب. واعتقد اللعيبه عندها ثقه في نفسها، وبرده الكابتن ايهاب جلال اعتقد يلقى هذه الثقه برده من اللاعبين بتواجده الحقيقه وادائه في الفترات السابقه اللي هي يعني رشحته ان هو يكون المدير الفني لمنتخب مصر. فالاجواء اعتقد فيها تفاؤل، ان شاء الله لا يبقى الا توفيق ربنا ان شاء الله. طب تعالى نتكلم شويه فنيات برضه يا كابتن. يعني زي ما كنا بنقول في مقارنه بدات بالفعل ما بين كيروش وكابتن ايهاب، ولكن مش هنقف عند النقطه دي. انا عايزه اروح مع حضرتك من وجهه نظرك، هل يعني كابتن ايهاب هيستكمل ما تم بناؤه او ما تم وضعه من تاكتكس وغيره من قبل كيروش ويكمل ويبني عليها، ولا توتلي هيلعب بشكل مختلف، هنتوقع او هنشوف مشهد تاني خالص؟ يعني برضو حابين نفهم. لا، هو يعني من تولي المسؤوليه للكابتن ايهاب جلال اعتقد فتره قصيره شويه، فيعني حتى لو هو عنده ليه وجهات نظر في طريقه اللعب او اللاعبين المختارين او اللي هيبدا بيهم التشكيل، يعني اعتقد الفتره هو يعني التغيير هيكون محدود، يعني سواء مش هيبقى في تعديل واضح، يعني هيبقى بسيط، مش هيبقى بشكل كبير. اعتقد بعد كل مرحله هو يتولى المسؤوليه. اعتقد ممكن يعني دوره هو واسلوبه وطريقته في اللعب اعتقد ممكن تبقى متواجده، انما في الفتره الحاليه اعتقد هو طبعا هو متابع طبعا جيد للمباريات الدوليه، وزي ما قلنا لكل اللاعبين المصريين اللي هو متواجدين في المسابقات المحليه، دي ممكن تسهل له شويه ان هو يعني لو عنده وجهات نظر او طريق او اسلوب يقدر يلعب بيه ممكن تكون متواجده، بس ما اعتقدش هتبقى يعني انها تكون طاغيه. بس هو ابتدى بتغييرات في التشكيل، يعني اصلا القائمه طبعا هو اعلن عن 29 اسم، في منهم تقريبا كم واحد ما دخلش من مع كيروش، كان كم واحد؟ عشان مش عارف رقم بالظبط. لا، في لعيبه مختلفه، يعني القائمه تختلف عن القائمه. مش مع كيروش، ابراهيم عادل موجود جديد، وفي محمد ابراهيم، وفي احمد عاطف المهاجم برضو، اعتقد دول تقريبا ابرز العناصر. طب تقييمك للثلاث اسماء دول ايه؟ لا كويسين، اضافتهم للعناصر المتاحه. اكيد اكيد
هو اختيار موفق، واعتقد احنا متابعين تقريبا معظم مباريات الدوري المحلي، اعتقد هم يعني جادرين بالانضمام للمنتخب. الموضوع الخبرات مهمه جدا خصوصا في المباريات الدوليه، ان شاء الله مع التدريج، وده الوضع طبيعي ان كل مرحله بتيجي برضو لازم تاخد عناصر جديده تنضم للمنتخب، لان في مزيج بين العناصر الخبرات الكبيره السابقه والعناصر اللي هي بقى الشابه. ده طبعا منطقي جدا، بس لما يكون، انا مش بتكلم على الثلاث اسماء دول خالص، انا بتكلم على مبدا فكره ان انت تجيب اسم مش معروف قوي للجماهير، مش ما كانش منور قوي مع فريقه اللي هو بيلعب معاه، دي ممكن تخوف. ممكن يبقى المدير الفني عارف كويس جدا قدرات اللاعب ده، وعارف انه لما ينضم لعناصر المنتخب هيولع الدنيا، بس الناس مش عارفه، فبالتالي مش ضامنه، فبالتالي قلقانه. هو كلام حضرتك مظبوط، بس المتابعه الفنيه للجهاز الفني كله اكيد بيبقى فيها تركيز ومتابع كل المباريات. المشجع العادي يمكن بيتابع فرقته بس او بعض المباريات الاخرى، ومبقاش في تركيز، انما انت دي هي دي مهنتك ودي مسؤوليتك، فاكيد انت بتاخدها بكل جديه وبتتابع بشكل كويس، والاختيارات بتاعتك في النهايه بتنت على قناعه منك، ما تبقاش يعني بتاخد تفكير فتره معينه، انما انت بتحسم الامور وبتضيف عناصر جديده انت بحسب رؤيتك ورؤيه الجهاز الفني اللي معاك، ان دول جادرين هيبقى ليهم دور. ما نكونش الدور مش واضح او مش كبير في الفتره ديت، انما مع مرور الوقت لازم يكون ليهم ادوار، ودي يعني كره كده، سنه الحياه، دايما كل فترات دايما بيبقى في انضمام عناصر جديده وشابه، يبقى في الخبرات والشباب دول هيبقى ليهم دور برضو. يعني حتى من الناحيه العلميه، يعني متوسط الاعمار برضو لازم يكون في سن صغير، يعني او سن مثلا 27 28. في خبرات موجوده، فمهم جدا العناصر الصغيره دي كل فتره بتضم عناصر جديده تكون جديره فعلا بالانضمام للمنتخب. طيب كابتن محمود، لو رحت حضرتك لسؤالي تحديدا، معلش ممكن اطلب طلب تحت امرك، ما تجاوبش في العموم، اديني اجابات واضحه، لان حضرتك ما بتحبش تزعل حد، وفي نفس الوقت اجاباتك دبلوماسيه. لا انا عارفك يا كابتن محمود، مش اول مره يا جماعه، ما هو الناس عارفينك برضه كابتن محمود، ما بيحبش يزعل حد، واجابات دبلوماسيه جدا، بس في بعض الاحيان بنبقى محتاجين اجابات. يعني اتفضل، مين اكتر لاعب ممكن يستفيد من فكر كابتن ايهاب جلال، وفي نفس الوقت ازاي كابتن ايهاب جلال ممكن ان هو يلعب على الشق النفسي، لان احنا شفنا بعض اللعيبه اللي نفسيا كانت مش هقول مدمره ومحطمه، لكن ما كانتش في مستواها ابدا مع كيراش، وده اثر عليهم في الملعب، وبالتالي المنتخب اتاثر، فدي نقطه مهمه. انت عايز عناصر معينه في مين العناصر اللي شايفها؟ ده الشق الاول من السؤال، اللي هي هتستفيد اكتر من فكر كابتن ايهاب جلال. اعتقد العناصر الجديده الشابه اللي هي داخله جديد، اعتقد هو عنده ثقه فيهم، وهم محتاجين اللي حضرتك قلتيه ده، ان هو النواحي النفسيه دي والجانب الذهني، كل الفرصه يعني. بالظبط بالظبط، دول اكتر ناس طبعا لهم داخلين جداد على المنتخب، قد تكون خبراتهم قليله، الثقه برضو. اللعبه انا ممكن اكون اساسي في مع الفريق بتاعي، انما الانتقال للمنتخب مصر اعتقد دي بتبقى فيها صعوبه شويه، ومحتاجه فعلا مش بس نواحي نفسيه، حتى على الجانب الفني لازم يقعد مع اللعيبه دول بشكل اكتر واهتمام اكبر، ويديهم الثقه حتى لو جت لهم فرصه اللعب، يعني ان شاء الله يكون لهم دور كويس. وحضرتك بس احب اذكر نقطه مهمه، يمكن يعني كنا المفروض نقولها في اللاعبين المختارين، يعني انا كنت اتمنى وجود احمد عبد القادر الحقيقه في انضمام المنتخب، من افضل العناصر الموجوده في مصر الحقيقه، وهو فعلا محتاج الحته دي، النقطه ديت اللي احنا بنتكلم عنها، ان هو الثقه بقى اللي تنشا بينه وبين الجهاز الفني بتاعه. دي كانت نقطه مهمه، وكنت اتمنى النقطه دي اثارت كتير من علامات الاندهاش الحقيقه والتعجب. خلينا بعد اذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع، يعني نستكمل كلامنا انطلاقا من النقطه دي، لان فعلا كانت مسار تحفظ كتير جدا من الناس طبعا، حتى الغير اهلاويه بالمناسبه. خلونا نطلع فاصل. اهلا بيكم مره ثانيه، وقفنا في كلامنا مع كابتن محمود صالح اللي منورنا في حلقتنا النهارده، عند تفصيله ان في بعض الاسماء اثارت اندهاش الكثير من متابعي ومحبي وعشاق كره القدم المصريه، لعدم وجود هذه الاسماء او اصحاب هذه الاسماء ضمن صفوف المنتخب، وضربنا مثال بعبد القادر. وفعلا ناس كتير قوي اندهشت، ويمكن الدهشه تزيد بعد ما حضرتك اكدت من شويه ان ده احنا محتاجين طبعا. يعني المركز ده بالذات محتاجه. تمام. إيه بقى؟ حتى لو انت في الفتره دي مش محتاجه انه يلعب بشكل اساسي، انما انت بتبص لقدام للمستقبل، مهم جدا يعني يكتسب الثقه، ويبقى النقله دي من اللعب المحلي للدوري اكيد نقله كبيره، فهو يعني هو لاعب مباشر طبعا، هو جدير بيها ويستحقها طبعا، وفي اتفاق عليه من الناحيه الفنيه،
فاعتقد كان وجوده حتى لو هو مش محتاجه في الفتره دي ان هو يشترك كاساسي او كبديل، برضو ان هو المستقبل للمجموعه ديت، وهو اعتقد من ضمن العناصر المبشره بشكل كبير جدا 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 ان هو يكون متواجد يعني ان شاء الله في السنوات او الفترات القريبه كمان، مش هقول السنوات طبعا، الفترات القريبه اللي جايه دي ان شاء الله هيكون له دور كبير جدا مع المنتخب. والنقطه اللي كنا بنتناقش فيها برضو في الفاصل استكمالا للنقطه او السؤال اللي انا كنت بقوله لحضرتك، الشق النفسي قد ايه ليها عامل كبير جدا على معظم اللعيبه، مش كله، ما اقدرش اقول كله لان برضو بتختلف من شخصيه لشخصيه طبعا. ولكن المثال اللي انا هضربه هو بمثلا محمد شريف وقفشه مع تجربتهم في المنتخب والمستوى اللي كانوا فيه قبل وبعد، اللي كلنا حزننا الى حد ما لان هم لم يقدروا بالشكل اللي يستحقهم. انا بدي امثله يعني في كذا مثال اخر برضه عشان الناس تبقوا متابعين، فبتشوف ده ازاي؟ ونتمنى ان ده فعلا لا يكرر مره ثانيه مع كابتن ايهاب. ورغم كده انا اشعر من الناس اللي عندها ثقه ان ده اصلا مش هيحصل، لان كابتن ايهاب برضه في الاول وفي الاخر شخص على درايه بالداخليات دي اكتر من اي مدير فني اجنبي برضه في الاول يعني. انا ممكن تذكرت نقطه اقول لازم اذكرها في البدايه، سنه 84 كان عندنا دون ريفي مدرب انجليزي، مدربين الكبار جدا، كان مدرب منتخب انجلترا، وكان بيهتم باللعيبه المصابه بالناحيه النفسيه اكتر من اللعيبه الاساسيه الموجوده عنده. يعني كان دايما العناصر اللي عندها اصابات كان بيتمرنوا فتره قبل ما نبدا احنا التدريب الاساسي، كان بيجي بدري ويتابعهم ويتابع مع الدكتور ويتابع مع المعالج، يعني كانت نقطة كويسة جدا. فهي الناحية النفسية مهمة جدا، وزي ما حضرتك قلتي موضوع يعني قفشة ومحمد شريف ما فيش شك اتأثروا بشكل سلبي جدا في فترة المنتخب دي، وهم كانوا متألقين الحقيقة، وإنما هي وجهات نظر في النهاية، ودايما اللي بيلعب في يعني بيبقى متواجد 30 لعيب والاساسي، راحوا متألقين ورجعوا يعني محبطين بالظبط، ما فيش شك كانت ليها تأثير سلبي عليهم. بس انا هنا النقطه برضو لازم يعني اللعيب يكون متحمل المسؤوليه جدا، والمفروض الموضوع بالعكس يزيد اكثر يعني يكون اكثر اصرارا ان هو يثبت ان هو يستحق فعلا اللعب الدولي ويكون له دور و لاخره، ما يبقاش ليها تاثير سلبي عليه ويبتدي مستواه يتاثر بالتدريب نفسه لمصلحته هو قبل اي حاجه. طبعا طبعا، يعني هي النقطه دي قد يكون المدرب ليه وجهه نظر معينه، بس لا انا لازم اكون عندي اصرار ان انا اثبت، ولازم يكون عندي ثقه في نفسي وشخصيتي قويه، واثبت ان انا فعلا جدير ان انا يعني اكون ليا دور بشكل كبير، شكل اساسي وشكل مهم في الفريق. فانا بعتقد ان اللي يحسب على يعني قفشه ومحمد شريف قد يكون الموضوع ده اثر بشكل سلبي، هم مش عايز اقول استسلموا بس اثرت بشكل، انما يعني حتى اثرت عليهم في رجوعهم في النادي الاهلي بشكل كبير. ايوه طبعا، وبعدين بقالنا فتره طويله شفنا استقبال كمان بيتسو موسيماني لمحمد شريف ولقطه كده ناس كتير وقفوا عندها وهو يعني بيطبطب عليه وخده في حضنه في اول رجوع ليه بعد العوده من المنتخب. لا طبعا كان باين الانهزاميه اللي رجعوا عليها، بس بقالها فتره انا خلاص بقى الموضوع ده زي ما قلت مهم جدا. بالعكس انت شخصيه اللاعب وثقته في نفسه بتبان في فترات الاحباط، بعيد لا قدر الله عنده اصابه طبعا، عايز يرجع، هي الفترات دي. انما طول ما انا الحمد لله ربنا موفقني وسليم وبادي بشكل اساسي ماشي كويس. بس برضو المدير الفني عليه عامل كبير جدا، يعني دي حاجه تحت مسؤوليته في الاول وفي الاخر يعني. طبعا، بس هنا برضو لازم يعني انا بتكلم شخصيه المدرب وشخصيه اللاعب وثقته في نفسه والاصرار والصفات الاراديه اللي تكون المفروض موجوده عنده، انا شايفها اهم من تاثير المدرب. انا اتخطى هي بتفرق برضو من شخصيه لشخصيه. حضرتك قدرة طبعا ايام يعني الجيل بتاع حضرتك برضو كابتن محمود، هتلاقي كان في شخصيات كده وشخصيات كده، بيبقى البعض مثلا لصغر السن او لقله الخبره محتاج دعم، يعني ما كانش ده هيبقى اساسي لو او كان هيبقى ثانوي لو قصه مش مهمه لهذه الدرجه. ده كل المنتخبات الكبيره والفرق الكبيره عندها، او احنا كان عندنا ايام مانويل خوسيه برضو كان عندنا اللي هو الطبيب، مش طبيب نفسي بس يعني اخصائي نفسي كان موجود ملازم للفريق، ربما دلوقتي ما عندناش بس الاهميه في فرق كتيره جدا ومنتخبات عندها. طبعا. بس مهم. هو ده التنافس ده مستمر، مش هيبقى
طول ما انا في الملعب اكيد. يعني اقصد المواقف ديت بتبقى بطريقه او باخرى بمستوى احنا اللي بنرجوه ان بس هي متواجده طبعا. احنا اللي بنرجوه ان الفريق عندنا بعد كده لا يتاثر يعني بعد خروجه من المنتخب، وبنتمنى اكيد ان هم يثبتوا نفسهم كل الفرق يعني المضمومه او اللي انضمت للمنتخب المصري، لان كل ده بيعود في الاول وفي الاخر للجماهير المصريه بالخير. فان شاء الله يعني ان شاء الله. وحتى اللعيب الاساسي هو موجود في التنافس على طول، هو موجود في يعني لازم يكون برضه عنده ثقه واصرار ان هو يستمر اساسي طبعا. طب على ذكر التنافس، ما تيجي بقى نروح للمجموعه اللي مصر موجوده فيها، وهي يعني في ناس ممكن تلاقي ان هي مجموعه معقوله نسبيا، وناس ثانيه بيقول لك برضه ما تامنش. احنا هنلاعب النهارده ان شاء الله غينيا قبل ما نلاعب باذن الله اثيوبيا يوم الخميس الجاي عندنا اثيوبيا، وبعد كده هنلاعب ملاوي. فالتلات اسماء، شايف حجم الثقل بتاع الثلاث اسماء دول او الثلاث منتخبات دول بالمقرب منتخبنا، هل اللي جاي في المرحله دي مبدئيا مطمئن الى حد ما، ولا برضو مفيش حاجه مضمونه؟ وطبعا الواضح المستويات اصبحت متقاربه دلوقتي مش زي زمان، كان في فرق كبير قوي، نقدر بسهوله جدا نحدد المستوى الاول والثاني والثالث، وحتى مع مرور الوقت الفروق دي بتفضل ثابته على مدار سنوات كمان. انما دلوقتي يمكن بسبب يعني الانفتاح الكبير في الاحتراف، اصبح دلوقتي كل لعيبه افريقيا متواجده في اوروبا. غينيا معاها لعيب في ليفربول اهو. اه طبعا كايتي بتتكلم على كايتي نابي حاجه نابي كايتي مظبوط نابي كايتي. شفنا اللقطه كمان محمد صلاح لما شافوا بعض في كان لسه محمد صلاح نزل من المطار حاجه كده الاستقبال بتاعه. اه فهي طبعا، واحنا لو تابعنا وتذكرنا الكاس اخر كاس امم افريقيا اتلعبت، هنلاقي فيها فرق يمكن كانت بعيده جدا عن التصنيف او بعيده جدا عن المستويات اللي اصبحت بتنافس، فهي خلاص اصبحت كل المستويات متقاربه جدا، واصبح التنافس كبير، واصبحت كل الفرق بتمثل برضو خطوره على كل الفرق الكبيره. فطبعا مفيش شك المجموعة لازم نحترم المنافس والمفاجآت واردة، احنا يعني لازم يكون عندنا احترام للمنافس واللي يكون في اصرار على الفوز، ولازم نعرف ان المباراة والوصول للنهايات ما هو سهل، محتاج مجهود كبير جدا طبعا. جدا مننا ان شاء الله، ان شاء الله يكون في توفيق. واعتقد احنا اللعيبة اللي عندنا المجموعة دي موجود يعني فيها خبرات كتير، واعتقد يتحملوا المسؤولية وعارفين كل اللي احنا التحليل اللي احنا بنقوله ده اكيد هو وصل لهم بشكل كويس. على كل حال هنشوف كمان طريقه اللعب، لان في فروقات كبيره بين طريقه لعب كيروش اعتقد وكابتن ايهاب جلال. كيروش بيعتمد كان على اللعبه الدفاعيه اكتر والكره الدفاعيه اكتر، كابتن ايهاب جلال معروف عنه ان هو هجومي اكتر، يميل للكره الهجوميه، فطبعا ده هيؤثر برضو على اللعيبه، ولازم يبقى في تركيز في اختلاف هذا الاداء، لكن اكيد زي ما حضرتك بتقول نتمنى ان شاء الله خير ان شاء الله. تمام ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك نورتنا، للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى، يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا. العفو. طيب انا هسيبك بقى، ما احنا لسه قاعدين مع بعض، انا هسيبك بقى، احنا هنتكلم موضوع يهمك وتقويه المناعه، رايحه مصر الجديده. هسيب حضراتكم مع كريم والفقره الطبيه اللي جايه، طبعا هتنضم لينا الدكتوره العزيزه دكتور دينا ابو السعود، وبعد كده انا بقى اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده مع كريم و10 الصبح في الاهلي.